السلام عليكم حبايبي، كيف راكم؟ مزيان، نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة. المهم هاد النهار جيتكم بفيديو جديد وواحد فيديو قصير خفيف ظريف كما كيقولوا. نتمنى تكونوا بخير. والفيديو اللي هاد النهار جيت نوريكم يعني مواد تنظيف اللي كنستعملهم انا، وصراحة الله افيكاس، يعني عن تجربة جربتهم. غنوريكم عندي شحال هنايا، 7 ديال المواد ديال التنظيف اللي مجرباهم وعطوني فعالية. ماشي 7 يا ربي، هنا عندي 8 ديال مواد التنظيف. يلا انا نخليكم مع هاد مع الفيديو. نبدا باول واحد، هذا ديال اكسيون، ديال اكسيون، غزال زوين. بحال كتمسحي به البوطاجي، تمسحي به الطبله، تمسحي به البلاك، اي حاجه. هذا زوين، ننصح به حتى الزاج، تنظفي به الزاج في بلاصه ديال الزاج، ومن مواد طبيعيه، وتنظفي به اي يعني اي حاجه، يعني كتستعمل في كل شيء تنظيف يعني. ومواد دايرين بانه مواد طبيعيه، وصراحه الله للزاج غزال، وكيخلي واحد الريحه زوينه، واحد الريحه مزيونه. عندك هذا الجميع كما قلت لكم كلش. هذا صراحة الله شنو نقول لكم، اول مره كنجربو ومندمتش على التجربه ديالو. التجربه ديالو غزاله، ما ندمتش هذا على تجربته، زوين. هذا مثلا شتي البوطه صراحة، البوطه ديال البوطه اللي كيطيبو فيها هذا الغاز، انفو كترشيه تخليه واحد مده، انا مهم تخليه واحد مده ديال 10 دقائق وتمسحي. اش غادي نقول لكم، رائع رائع رائع. كيحيد كلشي. هما دايرينه بالنسبه حتى فيه صابون، لو صابون نوار دايرين هنايا بالنسبه كيتحتاج في لا كويزين، في لا سال دو بان، في توت لي زوتر سورفاس، لي موبل، لي مور، و ديتاش لو لانج اون بري لافاج، يعني كيحيد حتى لي لانج، يعني الحوايج اللي فيهم الطبايع وداكشي كيتستعمل ليهم. ولكن انا استعملته بالنسبه للغازينيير، يعني البوطه ديال الغاز، رائع روعه 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 روعه، كنصح به غزال. واول مره كنستخدمه ما ندمتش عليه، هذا يعني ما عندي ما نقول فيه. ثالث برودوي هو هذا حتى هو كتستعمل الغازينيير، كتستعمل الروبيني، كتستعمل كل شيء. انا استعمل ما كنستعملوش الغازينيير، ولكن كنستعمل هادو الروبينيات، هادو الروبينيات وداك الشيء كنستعملو، كيمسح لمعان. هذا ما عندي ما نقول فيه، حتى هو بالتجربه. انا كنوريكم فقط لي برودوي اللي جربتهم وما ندمتش عليهم. عندك هذا البرودوي رقم 4، هذا البنات زوين 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 زوين. هذا بالنسبه ل، سمحوا لي ولدي كيدير صداع. هذا بالنسبه ل بحال بس الغلاي ولا مثلا هذاك ديال القهوه، ومثلا ديك سخان الماء اللي كيخدم بالضو، ولا الغلاي العادي اللي كديريه فوق العافيه. هذا ما كيخليش ديك الكالكير بيض لداخل، ما كيخليش. كديرو وديرو مع الماء، خلاص راهم دايرين هنا الطريقه كي كتستعملي، وديريه يسخن واحد شويه وكيحيد الكالكير في البلاصه. هذا رائع بالنسبه يعني البلاصه اللي كتسخني فيها الماء، سواء الغلاي سواء بحال دابا هذه ديال القهوه، ولا باش كتسخنوا الماء بالضو، رائع. ما عندي حتى هو فيه منقول بالتجربه. اجاكس غزال. هذا بالنسبه كنستعملو انا الاكثريه لافابو ديال الكوزينه، ولافابو يعني لافابو ديال الحمام والطواليطات. هذا بودر، هذا لابريونس، ما نعاودلكمش، مع فيه جافيل. لابريونس يعني كنستعملو كما قلت لكم لافابو طواليط، بحال هكا هاد من السيراميك ولا العاديين، يعني النظافه والنقاء والبيوضيه. حتى هذا يعني جربته وما ندمتش. البرودوي رقم شحال هنا، 5، رقم 6. هذا البرودوي هذا بالنسبه لي كانابي ديال الجلد. انا هو دايرين هنا بالنسبه لي تابي، لي موكيت، لي توسي د موبلمون، لي موكيت لي بلوس لي تابي. انا من عمري استعملته بالنسبه لي طابي، يعني حيد لي لي طاش من لي طابي، ولكن مجرباه في الكنابي ديال التيسو، ومجرباه في الكنابي حتى ديال الجلد.
يعني الجلد ماشي الجلد فري، ولكن هذاك مستعمله للكنابي وكنمسح به، رائع زوين مهم عجبني. والبنات واخر برودوي اسمحوا لي راه 7 ماشي 8 تغلطت مع هذا، حتىش عندي منه جوج على داكشي قلت 8. هذا حتى هو من يعني من الحوايج اللي جربتهم وما ندمتش عليهم. خلاص هذا كيتحتاج للفران، الفران ولا لي فور تراديسيونيل ولا لي بلونش اون اينوكس، اي حاجه من اينوكس ديال لي بلونش مثلا لي بلونش وداك الشيء. هذا رائع، وبالنسبه للفران ما نعاودلكمش، كيخلي يعني كيحيد داك الشيء اللي غراس، كل شيء اللي في الفران. خلاص كاين الفران اللي اوتوماتيكمون كيخسر راسو اوتوماتيك، يعني بلا ما تستعملي هذاك، يعني هو كديري ديك لو بروغرام الفران ديال الضو. وبالنسبه اللي ما عندهمش هذاك اللي كيخسر راسو اوتوماتيكمون، تستعملي هذا ما تندميش عليه، وخصوصا حتى لي بلونش ديال اينوكس وداك الشيء ما تندميش عليهم، حتى هو زوينين. بالنسبه انا مهم شاركت معكم لي برودوي اللي كنستعملهم يعني الاكثريه في الكوزينه ديالي وفي لاصال دو بان. استعملوهم ما تندموش، واللي داز الفيديو ديالي واول مره كيشاهدو ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك والجرس باش يوصلكم اي جديد. وشكرا لكم على المتابعه وعلى التعليقات ديالكم. يلا الى اللقاء وفي امان الله.